راح فين يا ست؟ رايحه جبل زين باشا جوزي. انت عارف ثقتي بيك يا زين. الله يحفظك يا باشا. فين جابك هنا؟ انت تعرفها يا زين؟ ايوه اعرفها يا بيه، مرتي. اهلا يا فندم، اهلا وسهلا. معلش يا بيه ما بتسلمش، انت عارف الصعيد بقى عادات وتقاليد وحاجات غريبه. مفهوم مفهوم. الله يحفظك يا باشا. عن اذنكم. الله يحفظك يا باشا، برعايه الله يا باشا. رعاية الله. اللي جابك هنا يا مخ الجاموسة؟ وحشتك قهوي، بقالك يومين بعيد عن عيني. واللي في يدك ده؟ اهديت جاي المسجون. ليه؟ دوا؟ الطائرة حاشت دماغك ليه؟ وي اهدي. أصل أنا بقالي يومين ما أكلتش، وقلت والله ما هاكل إلا ما أنت تاكل. أنت إيش عرف أهلك إني ما أكلتش؟ باكل كل يوم. بعدين جيت هنا كيف؟ الغفير وصلني بالعربية. انتوا الغفير لحد هنا لوحدكم؟ هو انت بتغير علي يا زين؟ هو ده اللي فارق معاكي؟ امسكي امسكي من هنا على البيت، وعزة جلالة الله وعزة جلالة حسابنا في البيت. يلا امشي يا بنت، خد اتنين. مش بقول لك امسكي. ليه؟ انا طبخته لك بيدي. وانا بعزك في الغيط، جوزك ظابط مباحث يا بنت، ما تصغرنيش قدام الناس. ماشي يلا ماشي. اتجوز بقرة. مالك بس؟ اقعد يا صاحبي. اقعد. يا حبيبتي، يا عمري، يا دنيتي، يا كل حاجة حلوة في دنيتي. انت لو حد قرب منك هسكت له؟ أكيد لا. انت عرضي وشرفي. الناس اللي هناك دول اللي بنحاربهم لا يعرفوا عرض ولا شرف. دول اللي قتلوا اصحابي واخواتي، هسيبهم؟ خايفه عليك. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. ونعم بالله. ان شاء الله ارجع لك. يا رب. ارجع لك ونكبر سوا ونشوف عيالنا وعيال عيالنا. وعجز يا بت، اقعد انا اكفيك لحد ما تزهقي مني. ايوه يا ام. خلاص ماشي يا ولدي. ايوه ام، شوف وشك على خير يا حبيبتي. روح يا ولدي وربنا معاك. روح هات طار اخواتك كلهم. حاضر يا ام، دايلي. ادفع عيالك يا ولدي. خلي بالك من صوابعي. في عينيا يا ولدي، في عينيا. السلام عليكم. يا فرحانة، بنتي يا فرحانة. نعم يا ستي. فين صالح؟ ما شفتوش؟ يعني إيه ما شفتوش؟ الواد يا دوب يا دوب رحت أصلي رجعت ما لقيتوش. راح فين يعني؟ لا يكون مع استزين ولا مع استطاب. ما حدش فيهم هنا، ما حدش جه. ما فتحتيش الباب لحد؟ لا ما فتحتش. يعني ايه؟ باب ما اتفتحش والعيال مش هنا، يعني هيكون الواد راح فين؟ فص ملح وداب؟ ما عرفش يا ستي. الحقيني يا ليلى. ايه يا مرت عمي؟ الحقيني يا بنتي، صالح الصغير حطيته في اوضتي، رحت اصلي رجعت ما لقيتوش. معقوله دي؟ مش عارفه راح فين؟ كان مفص ملح وداب. طب هاني انا اقول لاهلي زين؟ اقول ان انا مش كد الامانه؟ اقول له ما قدرتش احافظ عليه؟ عمره ما حصلت في بيت صالح الجناوي، عمره ما ضاع مننا حاجه جت كده. يضيع مننا بني ادم دم ولحم؟ غاره دوروا عليه اقلبوا الدنيا. ما تلاقيش يا مرت عمي، هنلاقيه.